السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس الابتدائي. النهاردة معانا مراجعة العلوم، مادة العلوم. معانا مجموعة من الأسئلة. أول مجموعة، اكتب مصطلح العلوم معايا. أول سؤال، الطاقة التي يمكن رؤيتها. الطاقة التي يمكن رؤيتها، احنا عندنا مجموعة من الطاقات. الطاقة الوحيدة التي يمكن رؤيتها هي الطاقة الضوئية. أيوة زي ما أنا سامعاكوا بتقولوا، ممكن أكتبها التي في المرئي وممكن أكتبها الضوء. الطاقة الضوئية. تاني سؤال، أول عالم فسر رؤية الأشياء. الحسن ابن الهيثم. الحسن ابن الهيثم، محدش ينسى الألف واللام. الحسن ابن الهيثم. السؤال الثالث، ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح أملس لامع. خدوا بالكم، ارتداد يعني انعكاس. طب أملس لامع، هنشوف نوع الانعكاس. يبقى انعكاس، أيوة زي ما أنا سامعاكم، انعكاس منتظم. طب يا ميس، لو شالي أملس لامع وحط لي خشن يبقى انعكاس غير منتظم. طب لو شالي برضو أملس لامع وحط لي عاكس أو جسم يبقى انعكاس الضوء. طب يلا بينا السؤال الرابع، التغير في اتجاه الأشعة الضوئية عندما يجتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافين مختلفين. التغير في اتجاه الأشعة يبقى انكسار الضوء. انكسار الضوء، لازم أكتب كلمة الضوء عشان تبقى الإجابة بتاعتي نموذجية. يلا السؤال الخامس، أجسام تمتص جميع ألوان الضوء الأبيض الساقط عليها. طالما تمتص يبقى أجسام سوداء. أجسام سوداء هي اللي تمتص، لكن الأجسام البيضاء بتعكس جميع ألوان الضوء الأبيض. مواد لا تنجذب للمغناطيس. خدوا بالكم من كلمة لا، لا دي كده هو كأنها بتفتح لي المسألة، هي مواد غير مغناطيسية. طب لو شال لي يعني كلمة لا يبقى مواد مغناطيسية، لكن هنا حاطط كلمة لا يبقى مواد غير مغناطيسية. منطقة على المغناطيس تكون عندها قوة المغناطيسية أكبر ما يمكن. منطقة على المغناطيس بتكون القوة أكبر ما يمكن. القطبين. ممكن، أيوة سامعاكم بتقولوا ممكن نجاوب الطرفين. أداة تستخدم عندما يمر تيار كهربي في سلك معزول ملفوف على شكل ملف حول قضيب من الحديد المطور. خد بالك من كلمة الحديد المطور، يبقى هنا بيقول لي المغناطيس الكهربي. هو حد يكتب كلمة مغناطيس بس، لأن احنا خدنا كذا نوع من المغناطيس، ده المغناطيس الكهربي. يلا السؤال التاسع، الحيز حول المغناطيس تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية. حول المغناطيس، منطقة حوالين المغناطيس، يبقى مين ديت؟ المجال المغناطيس. أيوة زي ما أنا سامعاكم، برافو عليكم، المجال المغناطيس. لكن القوة المغناطيسية قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية في مجاله. المصدر الأساسي للضوء على سطح الأرض الشمس. المصدر الوحيد الأساسي لمعظم الطاقات على فكرة يا حبايبي هو الشمس، وللضوء هي الشمس برضه. أضواء يستحيل، خد بالك، يستحيل الحصول عليها بخلط ضوئين آخرين. أضواء أولية، ولازم أقول كلمة أضواء. أضواء أولية، طالما يستحيل يبقى أضواء أولية. عملية يتطلب فيها وجود المذيب والمذاب. المذيب والمذاب مع بعض، عملية الذوبان. عملية الذوبان، المذيب والمذاب، عملية الذوبان. المخلوط الموجود في الحالة السائلة المحلول. طالما في الحالة السائلة، ايوه المحلول زي ما انا سامعاكم كلكم بالجو، برافو عليك. مخاليط متجانسة تنتج عند خلط معادن مختلفة عن طريق الصهر ثم التبريد. الصهر والتبريد. سبائك، طبعا زي ما احنا خدنا سبيكة الذهب. طريقة يمكن بواسطتها فصل المواد الصلبة المصنوعة من الحديد عن الرملة. طالما الحديد، يبقى مين اللي بقى يفصل الحديد عنه؟ المغناطيس. ايوه، يبقى اسمها الجذب المغناطيسي. يلا السؤال اللي بعده، علاقة غذائية مؤقتة. خدوا بالكم من كلمة مؤقتة، خدوا بالكم من كلمة مؤقتة. بين كائنين يلتهم فيها كائن حي كائن حي آخر. ايوه زي ما انا سامعاكم، الافتراس دي علاقة غذائية. منطقة طبيعية تشمل كائنات حية ومكونات غير حية. كائنات حية زي النبات والإنسان والحيوان، مكونات غير حية زي التربة والهواء. النظام البيئي. يلا بينا السؤال اللي بعده، علاقة غذائية بين كائنين مختلفين يستفيد كلهما من الآخر. يستفيد كلاهما من الآخر.
كلاهما من الآخر. دي مين الاتنين بيستفادوا؟ تكافل بتبادل المنفعة، واحنا عارفين ان كلمة تكافل ممكن نسميها تعايش برضو بتبادل المنفعة. خدوا بالكم ده كلاهما يستفيد من الآخر، ماشي يا حبايبي؟ طب الكائنات التي تخلص سطح الأرض من الكائنات الميتة، تخلصنا من الكائنات الميتة، الكائنات المترممة. أضواء يتم الحصول عليها بخلط ضوئين اثنين من الأضواء الأولية. مين هو قال لي الأولية؟ يبقى أنا أقول له إيه؟ أضواء ثانوية، اسمها أضواء يا حبايبي، أضواء ثانوية. معنا مجموعة تانية من الأسئلة؟ أكمل، ده ما نكمل المكان الفاضي. يلا بينا أول سؤال، تبدو الأجسام نار باللون الضوء الذي يمر من خلالها، خدوا بالكم يمر من خلالها، يبقى مين؟ أيوة زي ما أنا سامعاكم، الأضواء الأجسام الشفافة أو النصف شفافة. كلما زادت نار قل زمن الذوبان، كلما زادت مين؟ أيوة زي ما أنتوا بتقولوا درجة الحرارة، ممكن زادت كمية المذيب أو زادت مساحة سطح المعرضة، ماشي يا حبايبي؟ يلا بينا السؤال اللي بعده، يمكن زيادة قوة المغناطيس الكهربي بنقط ونار عدد لفات الملف، دي ثابتة في الاتنين، زيادة عدد لفات الملف. طب هو قايل لي نوع قوة المغناطيس، واخدين بالكم؟ يبقى أقول له بزيادة كمية الكهرباء، بزيادة كمية الكهرباء. يعني بستخدم بطارية أو بطاريتين. تختلط المواد الصلبة عن طريق، خدوا بالكم دي المواد الإيه؟ المواد الإيه؟ الصلبة. الرب ده موجود معايا في كله. مين اللي بستخدمها بس في المواد الصلبة؟ الطحن. يبقى المواد الصلبة الرب والطحن. البراغيث من الطفيليات. هنا خدت طفيليات داخلية وخارجية، دي خارجية. وتنقل للإنسان مرض الطاعون. زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا كذا مرض، لكن البراغيث بتنقل مرض الطاعون. تسبب علاقة الافتراس في نقط عدد الفرائس. ثبات، هي اللي بتثبت لي عدد الفرائس. ثبات عدد الفرائس وبتنظمهم. الأقطاب المغناطيسية المتشابهة، طالما متشابهة يبقى حصل لها ايه؟ تتنافر. والمختلفة، ايوه تتجاذب، زي ما انتوا بتقولوا، برافو عليكم. طب القانون ده اسمه قانون ايه؟ قانون التجاذب والتنافر. عشان ممكن يجي لك في مصطلح علمي، ده اسمه قانون التجاذب والتنافر. عند خلط الضوء الأحمر والأزرق يعطي احمر وازرق، ايوه احنا كنا واخدين اغنيه بتقول لك ايه؟ احمر قرمزي ازرق فاتح والاخضر صفاروه، احنا بنقول ايه؟ احمر قرمزي ازرق، يبقى مين من الاحمر والازرق؟ القرمزي، يبقى الضوء قرمزي. يمر الضوء بسهوله خلال الماده، بسهوله الماده الايه؟ ايوه برافو عليكم، الشفاف، الماده الشفاف. ولا يمر، ما بيمرش ابدا خلال الماده الايه؟ المعتمه. المعتمه اللي زي الكرتون، لكن الشفافه زي ايه؟ زي الهواء، زي الميه. يعتبر نقط مذيب عام، خد بالك من كلمه مذيب عام. مذيب عام، مين المذيب العام؟ الماء. لكن مين المذيب العضوي؟ البنزين. ليه الميه المذيب العام؟ لقدرتها على اذابه العديد من المواد، لانها بتذوب العديد من المواد، مش كل المواد طبعا، العديد من المواد. لكن البنزين بيذوب المواد الدهنيه. يعتبر العلاقة بين قط وفار، مثال العلاقة قط وفار، يبقى الافتراس. يلا بينا نكمل السؤال اللي بعده، عندما تتكون صورة خلال الثقوب ضيقة فإنها تكون مقلوبة ومصغرة، زي ما احنا شفناها صورة الشمعة كانت مقلوبة ومصغرة. تعتبر علاقة النحل العسل بأزهار النبات، النحل هيستفيد الرحيق، لكن الأزهار هتستفيد نقل حبوب اللقاح لإتمام عملية التلقيح، يبقى الاتنين استفادوا، دي علاقة ايه؟ تكافل بتبادل المنفعة. زي ما احنا قلنا التكافل ده ليه اسم تاني؟ اسمه التعايش، ممكن أقول التعايش بتبادل المنفعة، لكن لو كان واحد استفاد يبقى تكافل بالإتمام. يسير الضوء في خطوط مستقيمة.
في محلول الملح والماء، يعتبر الملح الملح دي المادة الصلبة، يبقى المذاب زي ما اتفقت المادة الصلبة تاخد اللي بالألف، بينما الماء دي المادة السائلة يبقى المذيب اللي بالياء. خدوا بالكم يا حبايبي، تستخدم عملية نقط في فصل المواد الصلبة الذائبة في المحلول. مين المواد اللي بتفصل المواد الذائبة؟ مين؟ ايوه كده، برافو عليكم، التبخير. بينما تستخدم عملية نار في تكوين المحلول. عملية مين اللي بتكون لي المحلول؟ عندي مية وسكر، لو ضم مع بعضها مع بعضهم مين اللي هتتكون؟ عملية الذوبان. عند خلط الضوء الأحمر والضوء الأزرق والضوء الأخضر يعطي الضوء الأبيض. عناصر عملية الذوبان، ايوه عشان اعمل عملية الذوبان عندي عنصرين، مين هما؟ المذيب والمذاب. خدوا بالكم هنا بتكلم عن المذيب والمذاب بس، هنا بقول المذيب والمذاب. امتى بقول كمية المذيب وكمية المذاب؟ لما اقول لك العوامل التي تؤثر على عملية الذوبان. ترتكز القوة المغناطيسية عند القطبين، لسه مجاوبين من شوية، قوة أكبر ما يمكن عند القطبين أو الطرفين، وتنعدم في المنتصف، كل ما نتجه للمنتصف تنعدم. فيتامين A، خدوا بالكم من فيتامين A، فيتامين A خدوا بالكم منه. نقط في الماء لا يذوب في الماء، برافو عليكم. وهو مفيد لجسم الإنسان وخاصة في الرؤية. من أنشطة الإنسان التي تؤدي لاختلال النظام البيئي تجريف التربة، وحرق الغابات وقتل الأشجار طبعا، بس هو طالب هنا مننا اتنين. من الكائنات المنقرضة بسبب الظروف الطبيعية، الديناصور وظهر بدلها مين؟ الثدييات، والماموس ده الفيل المشرط اللي ظهر بداله دلوقتي الفيل الحي. من العوامل المؤثرة في عملية الذوبان اهي جات لنا ايه؟ يبقى كمية المذيب، ما ينفعش اكتب مذيب، كمية المذيب، كمية المذاب. درجة الحرارة، التقليب. كده خلصنا علم، هننتقل لمجموعة تانية معانا علم موت العائق خطر على الطفيل. ليه موت العائق خطر على الطفيل؟ لأنه يعتمد اعتمادا كليا على العائل في الحصول على احتياجاته الغذائية، يبقى الطفيل بيعتمد اعتمادا كليا للحصول على غذائه من العائل، فعند موت العائل يموت الطفيل. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. تبدو التفاحة باللون الأحمر، أيوه تبدو التفاحة ليه باللون الأحمر؟ خدوا بالكم إن التفاحة دي مادة معتمة، يبقى هنقول لأنها تمتص جميع ألوان الطيف المرئي ما عدا مين؟ هي لونها إيه؟ أحمر، يبقى ما عدا اللون الأحمر تعكسه، خدوا بالكم تعكسه عشان دي مادة معتمة. اهم حاجه عندي كلمه تعكس عشان تفرقني بين الماده المعتمه والماده الشفافه. لا تختفي قطعه الرخام عند وضعها في الماء. ليه ما بتختفيش قطعه الرخام؟ لان الرخام ماده لا تذوب في الماء، او ماده غير قابله للذوبان. ممكن اكتب جي او جي. يتكون ظل الاجسام المعتمه، ما عندي جسم معتم هيتكون ظل ليه؟ ايوه زي ما بتقولوا برافو عليكم، لان الضوء يسير في خطوط مستقيمه. يعتبر يلا بينا السؤال اللي بعده. يعتبر النحاس من المواد الغير مغناطيسيه، بينما الحديد من المواد المغناطيسيه. خدوا بالكم النحاس غير مغناطيسيه، حطوا خط كده تحت النحاس وغير، والحديد المغناطيسيه.
يلا بينا عشان تبقوا واخدين بالكم. النحاس مادة لا تنجذب للمغناطيس، خدوا بالكم لا تنجذب للمغناطيس، النحاس هو اللي ما بينجذبش للمغناطيس مش العكس. بينما الحديد مادة تنجذب للمغناطيس، خدوا بالكم حبايبي مين اللي بينجذب؟ الحديد هو اللي بينجذب للمغناطيس مش المغناطيس اللي بينجذب للحديد، خدوا بالكم من الحتة دي كويس. يلا بينا السؤال اللي بعده. يعتبر الهواء مخلوط لأنه يتكون من عدة غازات مثل، يلا افتكروا كده معايا، ايوه برافو عليك برافو عليك، ثاني أكسيد الكربون والأكسجين والنيتروجين وبخار الماء، كده بيتكون من عدة غازات. يلا السؤال اللي بعده. يظهر القلم المغمور جزءا منه في الماء وكأنه مكسور، ليه يا جماعة؟ يلا احنا شفنا كده لما حطينا القلم في المية حسينا ان هو مكسور، لان الضوء ينكسر، دي اهم كلمة عندي، لان الضوء ينكسر عندما ينتقل من وسط شفاف لوسط شفاف اخر بميل، اهم حاجة برضو عندي بميل، لازم تكون بميل. يلا بينا السؤال اللي بعدها. الكائنات المحللة تعتبر الحارس للطبيعة، يلا بكده الكائنات اللي هي دلوقتي سميناها عندنا في سنة خمسة كائنات مترممة لأنها تخلصنا من جثث الكائنات الميتة، لأنها تخلصنا من جثث الكائنات الميتة، برافو عليكم، أيوه في حاجة كمان، أيوه برافو، أنا سامعاك وأنت بتجاوب، تخلصنا من جثث الكائنات الميتة وتعمل على عودة العناصر الغذائية الكيميائية إلى البيئة مرة أخرى. إيه العناصر الغذائية الكيميائية للبيئة دي اللي بتعودها للبيئة مرة أخرى؟ زي الكربون والفوسفور والنيتروجين. الافتراس في الحيوان أكثر شيوعا، ليه؟ لأن الحيوان إيه؟ أيوة برافو عليكم، لأن الحيوان غير ذاتي التغذية، يعتمد في غذائه على كائن حي آخر، لازم عشان يتغذى ياكل كائن حي آخر سواء نبات أو حيوان آخر، على كائن حي آخر. يمكنك السؤال اللي بعده. يمكنك مشاهدة التلاميذ داخل الفصل من خلال نوافذ الفصل الزجاجية، الزجاجية، خدوا بالكم من كلمة الزجاجية، خدوا بالكم من كلمة الزجاجية دي، ليه؟ قال لك لأن الزجاج مادة شفافة، ليه بشوف التلاميذ جوه الفصل؟ لأن الزجاج مادة شفافة، بتعمل إيه المادة الشفافة دي؟ يمكن رؤية الأشياء من خلفها بوضوح، رؤية الأشياء من خلفها بوضوح. يلا اللي بعده، السؤال اللي بعده. لا تصنع علبة البوصلة من الحديد، ليه علبة البوصلة ما تصنعش من الحديد؟ عشان فيها الإبرة المغناطيسية، لو صنعناها من الحديد مش هينفع لأنها تعوق حركة الإبرة، حتى لا تعوق حركة الإبرة. الإبرة مين؟ المغناطيسية. يلا بينا. الافتراس علاقة غذائية مؤقتة، مؤقتة، ليه مؤقتة؟ لأنها تنتهي بالتئام كائن حي أو جزء منه، لأنها تنتهي بالتئام كائن حي أو جزء منه، زي الأسد لما ياكل الفريسة بتاعته اللي هي الغزالة أو جزء منها، لأنها تنتهي. الافتراس علاقة غذائية مؤقتة، خدوا بالكم من كلمة مؤقتة، يلا بينا نجاوب، لأنها تنتهي بالتهاب
كائن حي او جزء منه، بالتهام كائن حي او جزء منه، زي الاسد لما يلتهب الغزاله او جزء منه. يلا بينا نكمل مجموعه جديده من الاسئله. ماذا يحدث؟ اول سؤال عندنا، ماذا يحدث لو تحريك سلك بين قطبي مغناطيس قوي لاعلى والاسفل؟ هنحرك سلك بين قطبي مغناطيس، ايه اللي هيحصل؟ هيتولد في السلك تيار كهربي، يتولد في السلك تيار كهربي. ايوه دي فكره عمل الدينام، برافو عليكم. يلا اتنين، القطع الجائر للاشجار، القطع الجائر للاشجار ايه اللي هيحدث؟ اختلال في التوازن البيئي، اختلال في التوازن البيئي، اختلال في التوازن البيئي، اختلال في التوازن البيئي. ده السؤال اللي بعده، اذا نظرت الى معلقه موضوعه في كاس به ماء ايه اللي هيحصل؟ دي عامله زي القلم يا حبايبي، هيحصل ايه؟ تبدو وكانها مكسوره، هتبدو وكانها مكسوره، وكانها مكسوره. يلا بينا، ماذا يحدث لو مر الضوء الابيض خلال المنشور الثلاثي الزجاجي؟ خد بالكم من المنشور الثلاثي الزجاجي، لان السؤال ده نفس اجابه اذكر وظيفه المنشور الثلاثي الزجاجي. يتحلل الضوء الابيض، ايوه برافو عليكم، الى سبع الوان التيف المرئي، يتحلل الضوء الابيض الى سبع الوان التيف المرئي. ماذا يحدث اذا قرب القطب الشمالي المغناطيس للقطب الجنوبي المغناطيس اخر؟ خد بالكم الشمالي والجنوبي دول مختلفين، ايه اللي بيحصل للمختلفين؟ يتجاذبان، يتجاذبان، القطبين هيتجاذبان. مرور تيار كهربي في سلك ملفوف على شكل ملف حول قضيب من الحديد، الحديد المطور، خد بالك من كلمة الحديد المطور، خد بالك من كلمة الحديد المطور. مرور تيار كهربي في سلك ملفوف على شكل ملف حول قضيب من الحديد المطور، صح؟ مغناطيس مؤقت يسمى مغناطيس كهربي. يلا بينا السؤال اللي بعده، إذا كان الضوء لا يسير في خطوط مستقيمة هيحصل حاجتين، لن يتكون زل ولن يتكون صورة مقلوبة مصغرة خلال الثقوب الضيقة، لازم أكتب خلال الثقوب الضيقة، أهم حاجة عندي الثقوب الضيقة. في نوعية تانية من الأسئلة اللي هي اذكر وظيفة. أول واحد عندنا قمع الفصل، افتكر معايا كده قمع الفصل لما اشتغلنا بيه في الفصل، عملنا إيه؟ فصلنا الزيت عن الماء، يبقى بيفصل، يفصل سائلان لا يمتزجان، سائلان لا يمتزجان مثل الزيت والماء. يلا بينا البوصله كده، تستخدم البوصله في ايه؟ ايوه برافو عليكم، فيها كذا استخدام، بس اشهر استخدام ليها تستخدم البوصله في تحديد الاتجاهات الاصليه الاربعه، ممكن اكتب كمان تستخدم في تحديد قبله الصلاه، يبقى تستخدم في تحديد الاتجاهات الاصليه الاربعه. يلا بينا الدينامو، يلا بينا، ده جهاز يحول الطاقه الحركية، برافو عليكم، طاقة ايه؟ ايوه برافو، إلى طاقة كهربائية، جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية. وكده يبقى انتهت الأسئلة وشكرا.